طبعا احنا بمدينة داعر 15/7/2012. المدينة اليوم من الصبح تتعرض لقصف مدفعي عنيف من كتيبة المتواجدة بعتمان، كتيبة المدفعية بعتمان. تعرضت المدينة للقصف، أدى إلى تدمير عدة أجزاء من المنازل. طبعا هاي هون مسكن للمدنيين الآمنين، قصف عشوائي، لا بيعرف بيت، لا بيعرف طفل، لا بيعرف مرأة، لا بيعرف رجل، لا بيعرف مسلح، لا بيعرف ولا بيعرف شيء. قصف مدفعي يعني بيقصف بشكل عشوائي، شوف أدى إلى تدمير أحد المنازل، تدمير هون بعض الجزء من المنزل، سقط عدد من الجرحى في هذا المكان. طبعا جراء الشظايا القذيفة، طبعا القذائف اللي عم يطلقوها قذائف متشظية ومحرمة دوليا، نعرف أن القذائف المتشظية هي قذائف محرمة دوليا. وآخر شيء بنقول رسالة للعالم، سواء يعني تدخلتوا او ما تدخلتوا، نحن مستمرين للاخر ومنشلع شوكنا بايدنا مثل ما بيقول المثل، وباذن الله منصورين. وسلامتكم.